أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من عدن الغد توقف التظاهرات ضد الحكومة الشرعية في عدن وانحصار المشاركين فيها. من سبتمبر نت ميليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين في حجة وتواصل حملة الاعتقالات. ومن أخبار اليوم الميليشيا تشترط على وزراء ونواب المؤتمر بيانا يصف صالح بالخائن لتسليم جثمانه. ومن البيان أطباء يفحصون ترامب لمعرفة سبب تلعثمه في خطابه عن القدس. أهلا بكم. في تقرير لعدن الغد عن الاحتجاجات ضد الحكومة الشرعية يوضح أن هناك تراجعا في الاحتجاجات، وعنوان الموقع توقف التظاهرات المناهضة لحكومة بن دغر بعدن عقب انحصار عدد المشاركين فيها. قال الموقع توقفت التظاهرات المنوئة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر عقب انحصار عدد المشاركين فيها مؤخرا. وأضاف الموقع لم تخرج أمس الجمعة أي تظاهرات تطالب بطرد الحكومة الشرعية والتي كان ينظمها مجلس التصعيد الشعبي في المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أسابيع مضت، وتظاهر بداية الأمر المئات من الأشخاص، إلا أن العدد تناقص لاحقا في التظاهرات الأخيرة، الأمر الذي دفع المنظمين لاحقا إلى إلغائها. ويعلق عدن الغد تراجعت دعوات طرد الحكومة الشرعية مؤخرا بشكل كبير، وكان المجلس الانتقالي طالب قبل شهرين بطرد حكومة بن دغر متهما إياها بالفساد. قال موقع مسند للأنباء في أحد عناوينه المتعلقة بأحداث صنعاء الأخيرة من أجل نازحي قيادات حزب صالح بن دغر يوجه المحافظين. قال الموقع إن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وجه محافظي المحافظات المحررة باستقبال النازحين من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المشاركين في الانتفاضة الشعبية على ميليشيا الحوثي الإمامية. وأضاف الموقع مستندا إلى خبر توجيه حكومي سبق ونشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الميليشيا الحوثية تمارس جرائم يندى لها الجبين ضد الكثير من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومؤيديه، اضطرت البعض منهم إلى الاختفاء والبعض الآخر لمغادرة محافظاتهم. يتابع الموقع أشار التوجيه الحكومي إلى أن البعض وصل جريحا أو مكلوما في ابنه أو أخيه أو قريبه، وعليكم اتخاذ كافة الإجراءات لاستقبالهم من صنعاء وأي محافظة أخرى، وعلى أن ترفع كشوفات عاجلة بالموظفين ليتسنى صرف مرتباتهم أو تقديم المساعدات الممكنة لهم. لكي ينتقل اليمن إلى ما بعد صالح، تحت هذا العنوان كتب أيمن نبيل مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا في أجزاء من المقال. حين أدخل صالح الحوثيين إلى صنعاء واجتاح معهم بقية المحافظات، اهتزت قواعد صالح خوفا من تغيير نمط حياتها بعدما رأته من خطاب وممارسات طائفية فاقعة، لكنها ظلت تراهن على قدرات صالح نظاما وشخصا في وضع حد للحوثيين متى لزم الأمر. لكن هذه القواعد انكسرت فعلا بمقتل صالح، وكأنها تدرك بالبصيرة الناتجة عن التجربة حقيقة النظام المتركز في شخص صالح على الرغم من أشباه المؤسسات ضخمة الموارد التي أحاطت به. هذه القواعد بفعل تغول الحوثي والإذلال المتعمد لها مستعدة للاندماج في قواعد حكومة عبد الرب منصور هادي إذا توفر أمران: خطاب وطني إزاءها يطمئنها على مستقبلها، وتقدم عسكري واضح على الأرض يضعف الحوثيين. فهي قبل كل شيء كانت قواعد نظام قمعي متغول وفر لها الشعور بالأمان النسبي قبل أي شيء آخر. وإذا عجزت حكومة هادي عن إعطاء انطباع بأنها تمثل دولة قادرة، سيسهل ابتلاع الحوثيين قواعد صالح بوسائل مختلفة مثل التجيش الجهوي. ولدى هذه القواعد استعداد لمثل هذه النزعات بحكم استبطانها ممارسات نظام صالح وخطابه الضمني، أو من خلال القمع المستمر والطويل الذي يدفع المقموعة في نهاية المطاف إلى تقبل واقعه وإعطاء مسوغات له.
بالنسبة إلى حزب المؤتمر الشعبي، علينا أولاً التذكير بأنه أقرب إلى المؤسسة المملوكة لصالح منه إلى حزب. شأن كل الأحزاب التي أنشئت من داخل السلطة وكانت وسيلة ربط النظام بالمجتمع. في المدينة التي تبدي نفسها كمعقل الاستقرار والأمان في قلب المعارك التي تشهدها اليمن، لا تزال الأزمة الإنسانية التي تعتبرها الأمم المتحدة على مستوى العالم واضحة المعالم في هذا البلد. عليك فقط التحديق من خلال الشقوق لرؤيتها، هكذا تعلق آن سيمون محررة قسم الشرق الأوسط في وكالة الأنباء الإنسانية وتقول في تقريرها: في وقت ما في الماضي البعيد تروي الأساطير أن ملكة سبأ بلقيس قادت مملكة ثرية كانت تقع وسط اليمن الحالية. ما فعلته بلقيس سواء وجدت أم لم توجد يختلف بحسب النص الديني والسجلات الأثرية، لكن ماضيها حاضر في يمن اليوم. وأضافت في التقرير الذي ترجمه موقع المصدر أونلاين: يستشهد السياسيون والأكاديميون وزعماء القبائل بحكمها كمثال على زمن ازدهار البلاد الغابر، ولم يكن من قبيل المصادفة أن آثار عرشها المفترض كانت من أول الأماكن التي أخذ إليها مجموعة من الصحفيين والباحثين الغربيين في مارب. يضيف التقرير: أثناء خروجنا من الموقع راحت تراودني الواقعة الصاعقة. يمن اليوم ليس فقط حالة حرب، بل أيضا في قلب كارثة إنسانية هي النقيض الجذري لمجد بلقيس الشهير. يتابع التقرير أن الحرب تسربت أيضا إلى غرف الدراسة، فمدرس الإنجليزية والدراما محمد حمود الصبري انتقل إلى قاعة مؤقتة مصنوعة من الألمنيوم بسبب نقص المساحة الشاغرة، وهو لا يعلم طلابه النصوص فحسب، بل كيفية استيعاب حرب أودت بحياة آلاف المدنيين الأبرياء ومزقت مجتمعهم. ميدانيا يتابع موقع سبتمبر نت الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي في محافظة حجة وفي مناطق بعيدة ونائية وعنوان الموقع: مواجهات مستمرة في بني صراع وميليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين. قال الموقع: تشهد عزلة بني صراع بمحافظة حجة لليوم الثالث على التوالي تواصلا للمواجهات العنيفة بين أبناء العزلة وميليشيا الحوثي الانقلابية. قالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن المواجهات بين قبيلة بني صراع والميليشيا الحوثية المدعومة بكافة أنواع الأسلحة أسفرت عن استشهاد أحد المواطنين. وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية تنفذ إعدامات ميدانية بحق عدد من أبناء العزلة، وبحسب ما ذكرت المصادر فإن ميليشيا الحوثي تمارس حالة انتقام من الأهالي، حيث فجرت حتى اليوم 4 منازل في وقت تقصف فيه منازل المواطنين المأهولة بالنساء والأطفال. الوثن في معبد الموت. تحت هذا العنوان كتب السياسي الليبي المعروف عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقد أورد نموذجا لذلك. وقال الكاتب: الوثن يصنع من مواد غير مرئية في زمن خاص. الوهم قوة تقاد من منجم التيه النفسي الشخصي والاجتماعي. المرء المهمش المحبط يقاد بجرعة مركزة من ترياق الوهم المركز، يساق إلى هدف أسطوري: أنت ستغير العالم. هذه الكبسولة السحرية التي يضعها الوثن في رأس مريديه ويغرسها في ضمائرهم. من يصنع هذا الكائن الرهيب الذي يمتلك القدرة غير العادية لإعادة صناعة البشر؟ الوثن البشري يبدأ بصناعة ذاته في بيئة وظروف خاصة تساهم في توفير التربة والسماد لنبتة شادة. الأسرة هي الخلية الكيميائية الأولى، ثم الوسط الاجتماعي الصغير والكبير. الزعيم النازي أدولف هتلر قيل الكثير عن منبته وعائلته وقريته. هل كان في عروقه قطرات من الدم اليهودي؟ وكان ذلك دافعا مركبا لكراهيته لليهود. أراد أن يكون رساما، ولكن لم تتح له الفرصة لدراسة الفن في الأكاديمية النمساوية للفنون، وحمل أساتذة يهود الذنب في إبعاده. قضى الأيام والليالي متشردا في شوارع فيينا. العلاقة المضطربة بين والديه قبل ذلك، كل ذلك صار أثقالا حملها في داخله وهو يرحل عبر العمر من سنة إلى أخرى، وعبر الأماكن من النمسا إلى ألمانيا إلى خنادق الحرب العالمية الأولى. كل ذلك صار أثقالا حملها في داخله وهو يرحل عبر العمر من سنة إلى أخرى وعبر الأماكن من النمسا إلى ألمانيا إلى خنادق الحرب العالمية الأولى، حيث أصيب بالعمل المؤقت. هناك فقست بذرة الوثن الذاتي.
عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى، نقرأ منها: الجيش يحرر الخوخ وميناء الاصطياد ويتقدم إلى مشارف حيس بالحديدة والميليشيا تعزز، وعنوان: صحيفة لندنية تفضح مقربين من صالح باعوه للحوثيين بزرع أجهزة تنصت إيرانية. ومن صنعاء: الميليشيا تشترط على وزراء ونواب المؤتمر بيانا يصف صالح بالخائن لتسليم جثمانه. ومن حجة: غارات تستهدف معسكر ومواقع للحوثيين وأربعين جثة تصل المفتاح قادمة من صنعاء. وعنوان أخير: البيت الأبيض يدين قتل صالح ويدعو لحل يضمن خلو البلاد من ميليشيا إيران. وتأكيدا لمقتل 40 مقاتلا حوثيا في صنعاء من مدينة واحدة، في الأحداث الأخيرة عنون موقع الصحوة نت: 40 جثة حوثية تصل مديرية المفتاح في محافظة حجة من ضحايا مواجهات صنعاء. وعلم موقع الصحوة نت من مصادر محلية أن القتلى سقطوا في المواجهات الأخيرة التي دارت في العاصمة صنعاء بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. يتابع الموقع: كانت ميليشيا الحوثي قد شيعت قرابة 80 جثة في العاصمة صنعاء، قالت إنهم سقطوا في المواجهات مع قوات صالح. تحدثت الصحف العربية عن مجريات الأحداث في اليمن وقد اختلفت في طريقة تفسيرها لهذه الأحداث، نستعرضها بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نقلت صحيفة الحياة تقدم قوات الجيش الوطني في الجوف تحت عنوان: أسر قائد حوثي في جبهة الجوف. وقالت الصحيفة إن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة وصلت تقدمها الميداني، معلنة تحرير مواقع جديدة شمال محافظة الجوف وأسر قيادي حوثي وقتل آخر. ونقلت الصحيفة عن موقع تابع للجيش الوطني: قوات اللواء الأول حرس حدود تمكنت من تحرير مناطق في جبهة الغريميل شمال شرقي خب والشعف شمال الجوف. وبحسب المصدر فإن قوات الجيش تمكنت من أسر المشرف العام لميليشيات الحوثي في مديرية خب والشعف المدعو أبو علي الكبسي وطاقم الصواريخ الحرارية وقتل قيادي آخر في جبهة اليتمة واستعادة طاقم كان يقله. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي يخوضها الجيش مستمرة فيما واصل الجيش تقدمه نحو منطقة جبال الأجاشر وسط فرار جماعي للميليشيات الحوثية التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى. وزير الإعلام اليمني يتهم منظمات دولية بالتسييس والعمل لصالح إيران، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط نقلت في تفاصيله أن وزير الإعلام اتهم عددا من المنظمات الدولية بأنها مسيسة وتعمل وفق أجندات خارجية عن نطاق عملها الحقوقي والإنساني في الملف اليمني. وقال معمر الإرياني إن هذه المنظمات التي تحركها أذرع إيران فقدت أهليتها في توصيف الحالة اليمنية وما يحدث الآن من قتل ممنهج في العديد من المدن التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها صنعاء. وقال الإرياني في حديثه للشرق الأوسط: هيومن رايتس ووتش ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وغيرهما لم يروا في الأحداث الأخيرة في عدة مدن ما يحركها لتصدر بيانات أو تغريدات تصف به العمل الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات، مضيفا أنها راحت تتحدث عن أمور جانبية لا علاقة لها بالحالة الإنسانية في تلك المدن. ونوه الإرياني إلى موقف منظمة هيومن رايتس ووتش الذي وصفه بتدخل سافر في المواضيع السياسية، في إشارة لبيانها الذي وصفت فيه الرئيس السابق صالح كان حاكما ظالما وقتل لأنه ظالم، وفي نهاية حكمه الظالم في الوقت الذي لم تصدر فيه بيانا أو تغريدة تواسي فيها الشعب اليمني، معتبرا موقفها دليلا بما لا يدع مجالا للشك على أن أذرع إيران تحرك هذه المنظمات في الاتجاهات التي تخدم فيها مصالحها. وأشار الوزير إلى ما تتحدث به هذه المنظمات ليل نهار عن فتح ميناء الحديدة وأهميته وتلقي التهم جزافا هنا وهناك، وكأن الكارثة التي تمر بها الآن البلاد تتمحور في فتح أو إغلاق الميناء، وأن ما يحدث في صنعاء لم يرتقي لأن يكون كارثيا.
الرقص على رؤوس الغرقى. تحت هذا العنوان كتبت سبا حمزة مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة في أجزاء من المقال. عندما جاء الحوثي من كهف مران واقتحم القرى والمدن لم يجد من يقف أمامه. لقد حرص صالح ورفاقه السابقون أن يبقى كل من يعيشون في الضواحي على هامش الحياة تماما كما هو موقعهم الجغرافي. استلم الحوثي الحكم على طبق من ذهب تستر بالدين واستدل على حقه الإلهي بآيات القرآن التي لا يعرف الكثيرون غيرها. ملايين اليمنيين لم يدخلوا في حياتهم إلى قاعة سينما، لم يحضروا عرضا مسرحيا واحدا، لم يقرأوا غير الكتب المحددة لهم والمسموح لهم بقراءتها، وما دون ذلك ستجد من يقول لك لا تقرأ، لا تفكر، لا تسأل، لا تبحث، وسيصرخ في وجهك إن اعترضت بحجته الزائفة حرام. 40 عاما كانت كفيلة بأن تجعل اليمن قوة لا يستهان بها، تم تسليح الناس بالعلم والمعرفة وسمح لهم أن يواكبوا العصر لا أن يعيشوا في وكر التخلف. 40 عاما وقائد السفينة يغوص بها إلى قاع المحيط بدلا من قيادتها نحو اليابسة، بينما وقف رفاقه خصومه وراءه يثقبون السفينة أو يعلمون الناس دعاء الغرق، وكل من تعلم السباحة بدا خائنا أو زنديقا. قوارب النجاة احتضنت الرفاق والخصوم إلى جزر آمنة، واليوم يطالبون من في القاع أن يحملوا السفينة وحدهم ويقون عليهم اللوم ويكيلون لهم أبشع الأوصاف، بل وتمادى البعض وأجاز إبادتهم. ما زال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس يهيمن على تغطية الصحف البريطانية للشأن العربي والشرق أوسطي. ففي صحيفة التايمز ورد تحليل لريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط بعنوان الرئيس قد يكون أساء فهم صديقه السعودي. ويقول سبنسر إنه باعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاقب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفضه مقترح البيت الأبيض للسلام في المنطقة. ويقول سبنسر إنه على مدى 20 عاما أرجأ الرؤساء الأمريكيون قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس على أمل تحقيق للسلام، ولكنه لم يتحقق. ويقول سبنسر إن المقترحات التي وضعها في الخريف الحالي جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب كانت مختلفة بالفعل. ويرى سبنسر أن ترامب كان محقا أيضا في قول إن إدارته ستلقى الرد ذاته الذي لقيته الإدارات السابقة، رفض طرف من هذه الأطراف، وفي هذه الحالة الطرف المعني هو الطرف الفلسطيني. ويقول سبنسر إنه في نوفمبر استدعي عباس إلى الرياض ومورست عليه الضغوط، ولكن لم يتضح إذا كان الأمر لقبول الخطة أو لاعتبارها نقطة بداية، ولكن ما كان واضحا للغاية هو رفض عباس التام للخطة. ويقول سبنسر إن الولايات المتحدة اعتقدت أن ولي العهد السعودي سيكون غاضبا من عباس بمقدار غضب الإدارة الأمريكية، وبالتالي سيرى في نقل السفارة الأمريكية للقدس عقابا ملائما. ويقول سبنسر إنه إذا كانت هذه نية ترامب فإنه أخطأ في حساباته، فعلى الرغم من بعض الكلمات التي شجع بها ترامب ولي العهد السعودي على إصلاحاته وقراراته التي اتخذها في المملكة، إلا أن الأمير لم يحصل على دعم كاف من الولايات المتحدة يجعله يدعم خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية بالحماس الكافي. من بين الأخبار المنوعة الأكثر قراءة في الصحافة اليوم، نشرته صحيفة البيان بعنوان أطباء يفحصون ترامب لمعرفة سبب تلعثمه في خطابه عن القدس. قالت الصحيفة: بعدما عانى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة جعلته يتلعثم في بعض الأحرف في نهاية خطاب ألقاه مساء الأربعاء الماضي واعترف فيه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قرر الأطباء إخضاعه لفحوصات لمعرفة سبب تلعثمه. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز هي من أخبرت صحفيين سألوها الخميس عن تلعثمه بأنه سيخضع في مركز متخصص بواشنطن لفحوصات طبية شاملة في بداية العام المقبل، وسيتم الإعلان عن نتائجها. ووفق ما نقل موقع كوارتس الإخباري الأمريكي عن المتحدثة، أن ما ظهر من تعتعة بألفاظه خلال إلقائه الخطاب سببه جفاف في حلقه.
فازت صورة التقطت من الجو لرقعة ضخمة من الجليد بالمنطقة القطبية الجنوبية تبدو كمكعبات سكر عملاقة بالجائزة العامة في مسابقة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي التي تلقت أكثر من 1100 عمل في فئات الفلك والسلوك وعلوم الأرض وعلوم المناخ وعلوم البيئة والتصوير الميكروسكوبي. نشاهد أبرز الصور الفائزة في هذه المسابقة، نتابع. هذه المجموعة من الصحف والصور العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.